مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من ضواحي مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة الرحمة ومن أمام المركز الوطني للطب الشرعي اللي استقبل هذا المساء ثلاثة ديال الجثث ديال ثلاثة ديال الشبان، جوج ديال الإخوان وولد أختهم اللي كان معاهم على متن السيارة اللي وقعت ضحية حادثة سير. هاد الحادثة سير وهاد ثلاثة الأشخاص اللي كانوا ضحية حادثة سير اللي وقعت قبل موعد الإفطار بدقائق بالطريق السريعة الرابطة بين منطقة ليساسفة وطريق أزمور. هاد الحادثة ديال السير المفجعة اللي هزات مدينة الدار البيضاء واللي راحت لها ضحيتها ثلاثة ديال الأشخاص وشخص رابع كينتمي نفس العائلة مازال بين الحياة والموت بالمستشفى الجامعي ابن رشد. السبب ديالها حسب ما علمت قناة شوف تي في هو احد ربما حسب وليس باليقين هو ان دراجة ثلاثية العجلات كانت قادمة في اتجاه ممنوع، حاول السائق ديال هذه السيارة انه يبتعد عليها، اصطدم بسيارة اخرى اذا به كيتحول الاتجاه الممنوع وكيصطدم بعدة سيارات كانت قادمة في اتجاه الممنوع. السبب اللي خلى ان السيارة ديالو تحول الى ركام والمصالح ديال الوقايه المدنيه يخرجوا منها ثلاثه ديال الجثث وواحد في حاله خطيره كيتواجد في هذه الاثناء كيف قلنا سالفا بين الحياه والموت بالمستشفى الجامعي ابن رشد. هذه الحادثه كتخلينا عاوتاني نرجعوا لحرب الطرقات اللي كتودي بالالاف ديال المغاربه سنويا، وكنقولوا بان مزيدا من الحذر، مزيدا من التاني، مزيدا من عدم التهور اثناء السياقه، ومزيدا كنطالبوا بمزيد من احترام قانون السير. الى ثبت بان درجه ثلاثيه العجلات هي اللي تسببت في هذه الحادثه يجب الضرب بيد من حديد على كل ما كتخول من تخول له نفسه السياقه بهذه الطريقه والتسبب في حوادث مثيره بهذه الحاله. كما علمت قناه شوف تي في عبد الربيه رجال هنا التقى مع الاصدقاء ديال هاد الضحايا، هما اباء، هما كلهم متزوجين وعندهم وليدات، وكانوا مشاو من هبطوا لمنطقه ليساسفه يشريو حويجات لوليداتهم، يتقداو لهم حويجات ديال مناسبه العيد، وراجعين بدوك الحوايج اذا بهم كي يديروا هاد الكسيده وتوفاو، والملابس ديال الوليدات ديالهم بقات في السياره. ما كينحدروش ماشي من مدينه الدار البيضاء، من الاصل ديالهم من اقليم اليوسفيه، خدامين هنا كبائعين متجولين ديال الخضر ومزوجين ومكونين اسر، ووفاتهم المنيه بهذه الطريقه، وخلاو وليداتهم، خلاو الزوجات ديالهم بثلاثه مزوجين بثلاثه عندهم الوليدات، بثلاثه باربعه كانوا جايين باش يتقداو الحوايج ديال العيد لوليداتهم. ما عسانا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر العائلات ديالهم، الله يصبر الأهل والأحباب ديالهم، حاولنا نقنعوا الأصدقاء ديالهم أنهم يتكلموا يعطيونا يتكلموا، رفضوا الله يحسن العوان، مصدومين ما بغاوش يبانوا أمام الكاميرا ديال قناة شوف تي في، قالوا بأن ما يمكنناش ندويو حتى يجيو العائلات ديالهم، العائلات ديالهم في اليوسفية مازال ما التحقوش، يلاه جايين في الطريق. أكثر من هذا هو أنهم ما قالوا لهمش بأنهم توفوا، قالوا لهم غير دايرين حادثة سير وخصكم تجيو باش تحضروا تشوفوهم. نتمنوا الله يصبرهم ويرزقهم الصبر، سواء العائلات ديالهم، الآباء، الأمهات، الزوجات، الوليدات، الله يرحمهم، توفوا في هذا الشهر الفضيل، الله يجعلهم مكانهم الجنة. ومرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى كنأكد ثلاثة المرات، مزيدا من الحذر، مزيدا من التأني، مزيدا من عدم التهور أثناء القيادة سواء ديال السيارات أو الدراجات أو الشاحنات أو الحافلات، ومزيدا من الحذر كنقولوها لسائقين الحافلات اللي غادي يكون عندهم واحد الضغط في هاد الأيام الأخيرة وغادي يسافروا بخوتنا وبوليداتنا وبعائلاتنا بالمغاربة ديالنا المدن والقرى باش يدوزوا الاحتفالات ديال عيد الفطر مع الأهل والأقارب ديالهم. الله يصبر العائلات ديال هاد الناس اللي توفوا، الله يرحمهم. اكيد مزيد من التفاصيل حول هاد الحادثه، حول هاد الفاجعه، غادي تتابعوها على قناتكم شوف تي في قناه الشعب. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.